يعني شوف انت طماع من البدايه. يعني انا اول شيء ارحب في فرقه هاني فرحات بقياده المايسترو كريم فوده. كريم يعني صراحه انت كريم وهو معانا اليوم. مش كريم مش عارف لا 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 ما زلت السهره. ما زلت جاهزين، احنا كنا جاهزين ان شاء الله. يعني ايش قصتك صابر؟ احنا انا جايه باسم جمهورك، جاي احاربك لانه ايش قصه الالبوم تاخر سنتين يا ظالم؟ لا مش سنتين يعني. وانا حايل فيك حرام. سنه ونص. سنه ونص احنا شايفينها سنتين بفارق التوقيت. لا 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 فارق التوقيت. هي الموضوع انه اولا عاده انا ما نحبش يعني ننزل شريط او سي دي. يلا انا المهم نزلت، يعتبر انه نزلت سي دي. لا معك حق. مفروض يعني في مرحله ما انك تعرف تختار حتى تنزل صح 100%. معك حق. فانا الوقت بالنسبه لي انا ما نخليش يعني هو اللي يحاسبني، هو بالنهايه الجمهور فيه. بالضبط. انا اتحكم في الوقت ولكن الجمهور كذلك هو اللي يعني يصبر علي، كمان صابر يصبر علي حتى يلقى حاجه. ما انت فنك ما يخلي الواحد يكون صابر، عن جد صابر يعني، لانك بتعطينا اعمال حلوه يصير الواحد يتعطش. والجمهور عندنا احنا طماع. لا لا المهم النتيجه يعني الحمد لله ان شاء الله تكون النتيجه موفقه ويكون السنتين هذوما معناها كانه يومين 100%. يعني انت متوقع لهالالبوم؟ العلم عند الله طبعا. لكن يعني انا واحده من الجمهور، انت عارف انا شو مسويه؟ مخبيه الالبوم وجايبه معايا قلم عشان تكتب لي عليه اهداء. تحت امرك. فوعد لوعد لو سمحت تكتب لي اهداء بعدين. تحت امرك. طيب صابر، الاغنيه حقتك الصرخه هذه الاغنيه من تقريبا اول اغنيه انا؟ لا يعني من 96 هذه تحصلت عليها على الاسطوانه الذهبيه في مهرجان الاغنيه التونسيه. من الحان محمد علام وكلمات حاتم الجيزاني. من الاغاني اللي نعتبرها اعطت حجم اخر لصبر. لمستواها، لكلماتها، للحنها. بحيث نعرف سوري لحن مين وكلام مين. اما كلمات حاتم الجيزاني والحن محمد علام. ونعتبرها كذلك فاتحة خير خصوصا للجمهور التونسي، يعني بالنسبه للجمهور التونسي. والنقاد والصحافه، وكانت معناها من الاغاني الرائعه جدا وعندها بصمه يعني. طب ليش حطيتها بهالالبوم؟ ليش ما حطيتها في الالبومات اللي راحت؟ يعني شو حبيت حتحط عليها الضوء يعني الان؟ لا هي ما تحتاجش ضوء يعني. هي باينه. هي باينه لكن والله قالوا لي يعني كذا مره علاش ما ننزلهاش في الوطن العربي يعني كم. لانها فعلا اغنيه يعني لها قيمتها. يعني تاخير، كل تاخير فيها خير. حكايه التاخير وفي خير.